السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير. ان شاء الله كما كتشوفوا معايا فيديو جديد، نوريكم موديلات جداد ديال البيجامات والكساوي اللي وجدوا هاد السيمانه هذه. بالنسبه لواحد السيده قالت لي عافاك عطينا شي نيميرو التليفون باش نقدروا نتواصلوا معك. ان شاء الله انا غادي نحطو لكم، واللي بغى شي حاجه ان شاء الله راه نوجدوها له. المهم بالنسبه اليوم كاينه هاد الجلابه هذه كما كتشوفوا ديال الراندا بالطرز الفاسي المليفة، هذه خلاص ديال مولاتها. هذه كذلك هذه بيجامة ديال الملحف، هاد الملحف اللي كيقولوا له الصاري، كيكون فيه هاد البريون، كتجي في النواخ، فيها هنايا الدونتيل من التحت على حسب الطلب ديال الكليانة. هادي كسيوه خلاص راني صورتها لكم شحال من مره. كاينه هاد البيجامه هادي حتى هي نتاع نفس الكليانه بالدونتيل، يعني هذا درنا له دونتيل رقيق. مازال عاد غادي نصلحهم. كاينه هاد الكسيوه هادي كما كتشوفوا كولفي لي دايرين على هذا الشكل، هذا جايه خفيفه سامبل. طويله هادي سامبل، ما فيها لا لي بلي لتحت لا والو. كاينه هاد الكسيوه هادي كما كتشوفوا فيها لي بلي حتى لتحت. هادو هما الموديلات اللي وجدنا هاد السيمانه هادي. كاينين موديلات اخرين مفصلين ان شاء الله فاش غادي نمونطيهم وغادي نوريهم لكم ان شاء الله. تنخدموا حتى بالعدد، اللي بغى عدد كبير ولا شي حاجه نخدموه له ونصيفطوه له. وما تنساوناش من الاشتراك في القناه، ما تخسروا والو الا درتو ابوني واللايك ديالكم وحتى شي تعليق زوين بحالكم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء، فيديو قادم بحول الله.